من طهران ينضم إلينا الدكتور محمد صالح صادقيان مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية. مرحبا بك، شكرا لوجودك معنا بعد أن بدأت تتكشف الأسماء والشخصيات المستهدفة في هذه الهجمات. السؤال الآن، ما حجم الضرر الواقع على إيران من هذه الاستهدافات؟ تحية لك وللمشاهدين. أنا أعتقد بأن صحيح أن هذه شخصيات قيادية في الحرس الثوري، في الجانب الأمني، في مجموعة المستشارين الإيرانيين العاملين على الأراضي السورية، هذا صحيح جدا. لكني لا أعتقد بأن مثل هذا الاستهداف أو هذا الاغتيال سوف يؤثر على برامج وخطط التي تستخدمها إيران أو الحرس الثوري العامل في سوريا، سواء كان فيما يخص وجود المستشارين على الأراضي السورية أو لدعم محور المقاومة الذي تزعمه إيران. دعني أشير إلى عملية الاغتيال التي استهدفت قاسم سليماني وهو قائد فيلق القدس. لم تتغير اللعبة، لم تتغير الخطط والبرامج الإيرانية، على العكس من ذلك ربما زادت وتيرتها من خلال دعم فصائل المقاومة الموجودين في عديد الأماكن في المنطقة، سواء كان في داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة أو خارجها. وبالتالي يعني لا أعتقد بأن هناك تغيير سوف يحدث. الإصابة، إذا أخذنا هذه الإصابات والاغتيال، بالتأكيد يعني هذا الاستهداف هو عمل مهم جدا بالنسبة إلى إيران. يبدو لي بأن الإيرانيين أيضا، يعني اغتيال رضا موسوي واليوم يغتالون المسؤول الأمني في مجموعة المستشارين صادق أميدزادة، معنى ذلك بأن المستشارين الإيرانيين يتحركون في سوريا، يتحركون بظهور مكشوفة، وبالتأكيد يعني هناك عمليات أمنية استخباراتية تراقب تحرك القادة العسكريين في سوريا، وهذا يدعو الحكومة الإيرانية، الحكومة السورية، كل الأطراف المعنية بوجود هؤلاء المستشارين يعني مدعوون إلى إعادة دراسة في تحركهم، في وضعهم. يعني أنا شخصيا كنت أتوقع بعد 7 من أكتوبر، وتحديدا بعد دخول أو اجتياح الجيش الإسرائيلي إلى قطاع غزة وعدم تمكنه وعدم نجاحه من تحقيق الأهداف الاستراتيجية في قطاع غزة، من تصفية حماس أو القسام أو تحرير الرهائن، أنا يعني الكثير توقع بأن ربما تقوم إسرائيل بعمليات اغتيال أو ربما عمليات تفجير أو عمليات نوعية. الآن رضي موسوي وصادق أميد زادة، هذه شخصيات نوعية وعملي، يعني شخصياتهم غير قليلة، مهمة جدا. وبالتالي يعني أعتقد بأن الحرب أو المواجهة بين إيران وإسرائيل أصبحت أكثر انفتاحا، ربما يكون هناك تصعيد. الإيرانيون لا زالوا متمسكين بقراءتهم للمشهد الأمني في المنطقة، وهم يعتقدون ولا زالوا يعتقدون بأن نتنياهو وحكومة الحرب الإسرائيلية تريد استدراج الجانب الإيراني من أجل مواجهة مع إسرائيل، لتكون هناك استدراج الجانب الإيراني أم استدراج ما يعرف اليوم بمحور المقاومة. كل الضربات هي في الدول عراق، سوريا، يمن، الرد الإيراني في سوريا، العراق، اليمن. هذا صحيح جدا. محور المقاومة أو إيران، استدراج يعني هذه القراءة الإيرانية هكذا تتحدث، استدراج إيران أو أصدقاء إيران أو محور المقاومة وهؤلاء هم أصدقاء إيران، بالتالي استدراج إيران أو هذا المحور معنى ذلك فتح جبهات جديدة، توسيع رقعة الحرب،
توسيع رقعة الحرب من شأنه أن يتم استدراج الجانب الأمريكي أيضا، لأن نتنياهو يريد كما تتحدث الرواية الإيرانية، نتنياهو يريد أن يربط إيران بالولايات المتحدة، محور المقاومة مع الولايات المتحدة، وبالتالي توسيع رقعة الحرب هو لا يريد أن تكون إسرائيل طرفا لإيران في الحرب، ولا تريد إسرائيل أن تكون طرفا في الحرب أمام محور المقاومة أو فتح جبهات جديدة بالإضافة إلى قطاع غزة، بل هو يريد كما تقول هذه الرواية الإيرانية أن تكون الولايات المتحدة والدول الغربية هي في مواجهة إيران وأي جبهة تفتح في الحرب مع إسرائيل. وهذه القراءة لا زالت معتمدة من قبل الإيرانيين. الآن كل الأنظار تتجه والأفئدة تسأل هذا السؤال، كيف سترد إيران على مثل هذا الاستهداف؟ أنا أعتقد بأننا يجب ألا نتصور بأن الرد الإيراني سوف يكون سريعا ومتهورا، وإنما هناك آليات تسير عليها إيران في قواعد الاشتباك مع الكيان الإسرائيلي، وأعتقد بأن إيران فعلا ترد، لكن ترد ربما بمستوى معين بمستوى آخر في منطقة ما هو هذا المستوى في وضع معين؟ هذا المستوى يعني يحافظ على العلاقات مع الولايات المتحدة ولا تذهب إلى مواجهة مباشرة مع إسرائيل وواشنطن؟ الإيرانيون لا يتحدثون كثيرا عن طبيعة الرد، هم يقولون بأن الرد قادم لا محالة، لكن كيف ومتى وأين لا يتحدثون عن ذلك. لكن بالتأكيد عندما تستهدف أو يستهدف الكيان الإسرائيلي يستهدف شخصيات وقادة من هذا المستوى، بالتأكيد هو متضرر شيئا ما. أين هو يتضرر؟ يتضرر من تحرك هؤلاء حتى يستهدفهم، وإلا لو كان تحركهم لا يضر الكيان لا يتم هناك استهداف لهم. الآن ما هو الضرر الذي يعمله هؤلاء المستشارين أو القادة في الحرس الثوري في سوريا؟ يعني هذه معلومات عسكرية ربما من الصعب علينا أن نستطيع أن نراقب ماذا يقومون في سوريا، لكن بالتأكيد الاستهداف الإسرائيلي يدل على أن هناك عمل يقومون به ضد إسرائيل، ضد المصالح الإسرائيلية وضد يعني ضد الحرب التي تخوضها إسرائيل ضد غزة، وهذا شيء واضح للعين. طيب ابقى معنا دكتور صادق يان، نشرك معنا في الحوار الآن مباشرة من بيروت الدكتور سامي نادر مدير معهد المشرق للشؤون الاستراتيجية. مرحبا بك. استهداف حزب الله في جنوب لبنان واستهداف الحرس الثوري في حي المزة بدمشق، هل يدلل أن إسرائيل بالفعل تريد أن تحارب المحور كاملا وصولا إلى معركة شاملة مع إيران؟ أعتقد إسرائيل بالنسبة للبنان لديها هدف واضح، يعني وهي إقفال ما يسمى الجبهة اللبنانية، وبالتالي حماية أمن المناطق الواقعة في شمال إسرائيل، وخاصة عودة كل هؤلاء سكان تلك القرى الذين تركوا منازلهم خوفا من التهديد الذي يشكله حزب الله على الحدود اللبنانية. وبالتالي هي تقول أنها تريد تحقيق هذا الأمن عبر الوسائل الدبلوماسية إذا أمكن، هذا هو تصريح وزير الدفاع البارحة، أو عبر الوسائل العسكرية إن تعسر ذلك. وبالتالي يعني يأتي هذا التصعيد العسكري في هذا الهدف، لأن التسوية الدبلوماسية اليوم تواجه انسداد. إسرائيل تقول بضرورة رجوع حزب الله إلى ما وراء الليطاني أو إلى حدود 7 كيلومتر من الحدود بين لبنان وإسرائيل، وحزب الله من جهته يشترط وقف
إطلاق النار في غزة للبدء في المفاوضات. إذن المواقف ما زالت متباعدة، وبالتالي أفق تسوية دبلوماسية أصبحت صعبة ومعقدة. لذلك نرى الأمور تأخذ على المستوى الميداني منحا تصاعديا. هلأ نعم، هنالك معركة دائرة في الإقليم، هي معركة بين إسرائيل ومحور الممانعة التي يعني تقوده إيران، هي معركة واحدة ولكن في ساحات خمس حتى الساعة مختلفة. هنالك الساحة اللبنانية بالإضافة طبعا إلى ما يدور في داخل غزة، كون حماس أيضا مدعومة عسكريا وماديا وسياسيا من قبل طهران. هنالك الساحة السورية، وعمليات اليوم هي أكبر دليل على ذلك. هي هنالك الساحة العراقية، وخاصة ما شهدناه في إربيل. والساحة الخامسة الأخيرة هي ساحة البحر الأحمر. وبالتالي هذه مواجهة يعني مرتبطة بالصراع الدائر في غزة. وهنا من المفيد التذكير أن هذا الصراع كان قد بدأ، لم يبدأ في 7 أكتوبر، بدأ قبل، ولكن كان في حالة نوع من الحرب الباردة. اليوم هذه الحرب الباردة التي كانت حرب سفن، حرب استخبارات، حرب اغتيالات، اتخذ منحة صاعديا وأصبحت حربا ساخنة تسخن يوما بعد يوم، يعني بسبب غياب أي تسوية أو أي محاولة لتسوية دبلوماسية جدية لهذا الصراع. يعني المحاولة الوحيدة التي كان من الممكن البناء عليها يعني هي الاجتماع الذي حصل في الرياض، ولكن حتى الساعة ليس هنالك من رد إيجابي أو فتح قوة في هذا الجدار، قوة سياسية يعني فتح أفق سياسي. أقفل البارحة رئيس الوزراء الإسرائيلي هذا الأفق السياسي حينما رفض بشكل قطعي دولة للفلسطينيين. وبالتالي طالما أن اليوم هذه القيادة موجودة في إسرائيل، طالما موقف إيران على ما هو عليه، وبالتالي موقف حزب الله، أنا لا أرى يعني حتى الساعة يعني مسارا انحداريا لهذا أو مسارا يخفض التصعيد، إنما مسار يزيد من التصعيد. وما نراه يوما بعد يوم هو تصعيد عسكري. صحيح أن نهج المعركة تغير. سنسأل عن نهج هذه المعركة العشوائي التي تغير. دكتور، دعني أعود مجددا إلى دكتور صادقيان من طهران. دكتور، كنت قد قلت قبل قليل أن الرد الإيراني ليس سريعا في العادة، ولا ألا تعتقد أنه استهداف قاعدة عين الأسد في العراق بعشرين صاروخ جزء من هذا الرد السريع على غير العادة؟ الأعمال التي تقوم بها قوى المقاومة كما تسميها إيران في العراق ضد مصالح أمريكية وقواعد أمريكية ومعسكرات أمريكية، أنا أعتقد بأنه هذا هو فتح منذ يعني بعد 7 أكتوبر. أنا لا أعتقد بأن هجوم يعني عين الأسد مرتبط باغتيال القادة العسكريين في دمشق صباح اليوم. هذا هو الخيار الذي تتخذه المقاومة في العراق، والإيرانيون يقولون، وهؤلاء يعني محور المقاومة يقول أيضا بأنه يعمل بما يقدره من موقف بناء على الوضع الداخلي، الوضع الوطني، الإمكانات المتوفرة عند هذا المحور أو هذا الفصيل أو ذاك الفصيل، هو الذي هو يقوم بما يراه مناسبا. والإيرانيون فيما يخص اليمن على سبيل المثال، هم قدموا رسالة إلى مجلس الأمن الدولي، المندوب الإيراني قدم رسالة إلى مجلس الأمن الدولي قال بأنه لا توجد هناك صلة بين إيران وبين التصعيد في البحر الأحمر، وأن الحوثيين يقومون بما يقرروه من موقف، وهم يديرون تلك المعركة بما هم يعني يقدرون ذلك. والإيرانيين تنصلوا عن التصعيد في
اليمن، نفس ذات الشيء يرتبط ببقية الفصائل، بقية الأماكن، وبالتالي الإيرانيون يقولون بأنهم لا، ليس لديهم صلة بهؤلاء من حيث، ليس بالصلة من حيث العقيدة الأيديولوجية، وليس من خلال الدعم، لكن من خلال تقدير الموقف واتخاذ ما يرونه مناسبا. وأنا لا أعتقد بأن ما تعرض له عين الأسد هو يرتبط بإيران أو يرتبط بالعملية التي استهدفت بها هذا الموقع في ضاحية المزة في العاصمة السورية دمشق. طيب أعود إلى الدكتور سامي من بيروت. يعني دكتور، هل الخيارات العسكرية اليوم باتت متقدمة عن أي حلول دبلوماسية؟ أعتقد مع الأسف نعم، يعني ما نشهده على الأرض هو استمرار في التصعيد العسكري، وخطر الانزلاق مع هذا التصعيد المستمر يصبح أكثر وأكثر، وما يطيل وما يزيد من نسبة المخاطر أنه كل المؤشرات تدل أننا لسنا أمام حرب قصيرة الأمد، إنما حرب طويلة الأمد. إذن حرب طويلة الأمد، غياب أفق سياسي، استمرار في التصعيد، كل هذا يزيد من إمكانية الانزلاق في أي لحظة. يعني اليوم ما يردع نوعا ما هذا الانزلاق أن هنالك اللاعبين أساسيين لا يريدون التصعيد، كل لحسابات خاصة. لا إيران تريد التصعيد ولها حساباتها، لا تريد التصعيد بمعنى لا تريد حرب شاملة، ولكنها تواكب التصعيد وترد على المكيال بمكيال مناسب. الولايات المتحدة الأمريكية الداعم الأساسي لإسرائيل لا تريد حرب شاملة، وهي تدفع في هذا الاتجاه، وبالرغم من ذلك نراها دخلت عمليا ساحة المعركة. يعني ما نراه في البحر الأحمر ليست حرب بالواسطة، إنما هي المقاتلات الأمريكية، المنظومة الدفاعية الأمريكية التي تقوم بهذه الضربات. إذن الانزلاق مستمر. الإسرائيليون يقولون يفضلون الحل الدبلوماسي، ولكن نافذة هذا الحل الدبلوماسي تضيق، ولذلك نراهم يلجؤون إلى التصعيد العسكري، إلى مزيد من الضغط العسكري لتحقيق أهداف أمنية بالنسبة لهم مصيرية. لذلك يعني نرى أن اليوم الكلمة الأقوى هي مع الأسف للمنطق العسكري، للآلة العسكرية. هل اليوم استمرار التصعيد أو ضربة عسكرية سوف تقود جميع الأطراف إلى طاولة المفاوضات؟ هذا ما سوف نراه، ولكن حتى الساعة من المؤكد أن حظوظ تسوية دبلوماسية منخفضة، أما حظوظ استمرار المعارك واستمرار الضغوط العسكرية هي في ارتفاع. دكتور صادقيان، هل لازال القرار بشأن توسعة الحرب الشاملة قرارا إقليميا وليس محليا لبنانيا يتعلق بحزب الله فقط حتى مع هذه الضربات الموجعة؟ بطبيعة الحال إذا تحدثت عن القرار الإقليمي هو بيد إيران الآن في اتساع رقعة الحرب من عدمه، لأن إيران وحلفائها في المنطقة هي الوحيدة الآن التي تعمل في إطار توسيع الحرب من عدمه. القراءة الإيرانية لا زالت هي سيدة الموقف، ولا زال الإيرانيون يعتقدون بأن نتنياهو يواجه صعوبات كثيرة في تحقيق الأهداف الاستراتيجية التي وضعها من خلال الاجتياح الإسرائيلي العسكري لقطاع غزة. الآن انتهت 100 يوم الأولى، دخلنا 100 اليوم الثانية، ونتنياهو يقول بأن الحرب سوف تطول في غزة دون أن يحقق أي من الأهداف الاستراتيجية التي وضعها. لا هو استطاع أن يقضي على حركة حماس، لا هو استطاع أن يقضي على القسام، ولا هو استطاع أن يفرج عن الرهائن الموجودين في قطاع غزة. وبالتالي نحن رأينا اليوم أن شمال الضفة مدمرة،
لكن هناك لا زالت مقاومة في شمال الضفة للتواجد العسكري الإسرائيلي. معنى ذلك بأن هناك هزيمة للجيش الإسرائيلي. من مصلحة في مثل هذه الظروف، القراءة الإيرانية تقول من مصلحة نتنياهو أن ينفذ المرحلة الثالثة التي هو قال عنها من خلال نقل الحرب إلى جهات أخرى، نقل الحرب إلى البحر الأحمر، التصعيد، فتح جبهة لبنان، استهداف شخصيات في داخل سوريا، قيام بتفجير في داخل إيران. هذه كل هذه المناطق هي مرشحة. شخصيا كنت أعتقد، يعني قبل انفجار كرمان، كنت أتوقع بأن تكون مثل هذه العمليات في إيران أو في غير إيران. الآن أنا أعتقد بأن هذه العمليات سوف تزداد، تزداد سواء في لبنان أو في سوريا أو في العراق أو في إيران، لأن هناك ضغط كبير يواجهه نتنياهو. هناك مشكلة أساسية في العدوان على غزة، وبالتالي نتنياهو يريد أن يتحرك من خلال نقل هذه المعركة إلى الخارج، واستدراج كما قلت استدراج الجانب الأمريكي، الجانب الغربي، وهو يريد أن تكون هناك توسعة للحرب من أجل الخروج من هذا المأزق الذي هو يعيش فيه في غزة. دكتور سامي، ما رأيك فيما يقوله صادقيان في هذه النقطة تحديدا؟ هل بالفعل يحاول نتنياهو اليوم نقل هذه الحرب خارج حدود غزة؟ أعتقد يعني هنالك نسبة كبيرة من هذا المنطق يعني مبنية على أساسيات صالحة جدا، لأن أولا يعني صدرت في الصحف الأمريكية يعني اتهامات أو تقرير عن قلق لدى مسؤولين أمريكيين في الإدارة الأمريكية أن الحسابات الشخصية لنتنياهو هي المحرك الأساسي، وذلك على حساب المصالح الاستراتيجية لإسرائيل من جهة والولايات المتحدة الأمريكية من جهة ثانية يعني. ويبني هذا التقرير على أن نتنياهو لأنه يدرك أن حياته السياسية قد تنتهي مع انتهاء المعارك، لذلك يحاول إطالة أمدها، والأولوية بالنسبة لديه هي لاستمرار المعارك على حساب الإفراج عن الرهائن من جهة، وعلى حساب أيضا الاستجابة للحل السياسي الذي يؤمن من وجهة نظر أمريكية ليس فقط المصالح الأمريكية استراتيجية، ولكن حتى أيضا المصالح استراتيجية لإسرائيل. وبالتالي يحاول نتنياهو اليوم تصدير أزمته الشخصية أو السياسية في الداخل إلى الخارج. وما يعزز هذا المنطق هو تصريح البارحة، يعني هذا الرفض المطلق لدولة فلسطينية هي رسالة أولا للداخل الإسرائيلي. هنا مع الأسف الداخل الإسرائيلي بعد 7 أكتوبر لم يعد هنالك من يؤمن بحل للدولتين، وبالتالي هي رسالة للداخل الإسرائيلي وقطع الطريق على كل محاولة للتوصل إلى تسوية سياسية. ولكن يعني هذه الأمور الشخصية إنجاز التعبير، نعم لابد للمراقب وللمحلل أن يأخذها بعين الاعتبار، ولديها منطق، ولكن أنا لا أعتقد أنها المنطق الوحيد. دعنا نذكر أن كان هنالك صراع قبل 7 أكتوبر على خلفيات الملف النووي، على خلفيات سياسات إيران في المنطقة، كان هناك
هنالك تناقض يعني صراعا قائم بين دول عربية أساسية وإيران، بين إيران وإسرائيل، بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، كان هنالك مسار للتفاوض متوقف بشكل تام، وبالتالي هنالك أيضا أسباب استراتيجية موجودة، كانت موجودة وما زالت مستمرة، يعني رغم التقارب الأخير بين طهران والدول العربية لا سيما السعودية، ولكن أسباب وجذور هذه الخلافات ما زالت قائمة، يعني حتى الساعة وبالرغم من التقدم الذي الطفيف الذي حصل في اليمن لم تحسم بعد مسألة اليمن. شكرا. ولم تحصل التسوية السياسية التي كانت. شكرا جزيلا لك الدكتور سامي نادر مدير معهد المشرق للشؤون الاستراتيجية، وشكر أيضا لضيفنا من طهران الدكتور محمد صالح صادقيان مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية.